استخدامات كتير للمعجون غير ان هو يتغسل بيه السنين. هنشوف النهارده ستي ونصايحها وبتقول لك تستخدمي المعجون في ايه كمان. ستي بتقول لك ايه؟ بعد ما تاكلي فراخ او تاكلي سمك او اي زفاره في ايديكي او حتى بعد ما تنضفي السمك والفراخ حتى لو مش هتاكليهم تبداي ان انت تمسكي حته معجون تحطيها على ايديكي وتدعكي بيها ضوافرك وايديكي هتطلع منها ريحه الزفاره. ستي كمان بتقول لك لو عندك اطفال صغيرين ربنا يخليهم شخبطوا على الحيطه بالقلم الفلوماستر او بالقلم الخشب والالوان تبداي ان انت تمسكي حته عليها معجون وتبداي تدعكي الالوان ديت وتمسحيها هتبقى معاكي زي الفل. ستي كمان بتقول لك لو عندك ازايز ميه اللي هي سواء البلاستيك او الازاز ومن كتر استخدامها ريحه الميه غيرت او ريحه الازاز نفسها والبق بتاعها بدا يغير بتحطي حبه معجون في ميه وبتبداي ان انت تجيبي الازازه او الليفه الازازه والليفه او الفرشه الطويله اللي هي بتاعه غسل الازايز او الليفه عاديه وتصبني بالمعجون البق بتاع الازازه او تحطي حبه ميه بمعجون في الازازه من جوه وترجيها وتغسليها بفرشه الازاز بترجع ريحتها زي الفل تاني وبتبقى نظيفه وزي الفل. طيب ستي كمان بتقول لك لو انت عندك هدومك مثلا نزل عليها بقعه روز او بقعه من قلم الكحل بتبداي ان انت تحطي عليها حته معجون وتبداي تدعكيها بتطلع منها قبل ما تحطيها اصلا في الغساله. ستي كمان بتقول لك لو عندك المكوه بتاعتك بدات ان هي تلزق او تلسع فيها حاجه او بدات ان هي تغمق او بدات ان هي تدي لون في الهدوم بتجيبيها وهي بارده من غير ما تسخنيه وتحطي حته معجون على قماشه وتدعكي بيها المكوه وترجعي بعد كده تمسحيها بحته قماشه نظيفه هتطلع معاكي زي الفل والصدى اللي موجود فيها اللي بيطلع في الهدوم مش هتلاقي له اصلا. ستي كمان بتقول لك لو عندك فتحات في السيراميك اللي هو مطرح الجير الابيض دوت بيطلع منه نمله او بيطلع منه اي حاجه بتجيبي حته المعجون بتحطيها مكان الفتحات دي وتمسحيها وتديها سوا كده نفس سوا السيراميك وتسيبيها تنشف يبقى كده سديتي الاخرام اللي عندك في السيراميك. شفتوا كام استخدام للمعجون غير ان احنا نغسل بيه السنان؟ ربنا يخلي ستي ويخلي لنا نصايحها وكلامها واتمنى تكون فادتكم النهارده.